يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ارتياد مكان خاص في المسجد وهل يصح الحديث؟ ما ارتياد مكان خاص في المسجد وهل يصح الحديث الوارد في تشبيهه بالجمل أو بالبعير؟ نعم، هو ورد في الحديث نهى عن إيطان كإيطان البعير، دائما يصلي فيه. الذي ينبغي أنه يغير المكان من هنا وهنا. نعم.